رابع رهيب احمد بدر ومؤتمر المنيا جميل جدا ولثالث سنه انا موجود. والنهارده موضوع مهم جدا جدا جدا. طبعا الريوتا كونفرشن ممكن غالبا بيشخصها ب شويه لابراتوري انفستيجيشن والكلام ده، لكن النهارده هنعتمد على نيورولوجي وعايزين تركيز فيها. واول ما تقول لي زهقنا منك ابوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. دي انواع الكونفرشن، يعني مثلا ايه دي؟ مايكرون كونفرشن، تمام؟ ده طفل بيعمل سبونتانيس باز، واحنا عندنا في الوتارا سندروم للدكتوره جمعاء سهرت المعموريه وقالت الايديولوجي ان الوتارا سندروم من هو السيفير انتراكتابل سيزر اللي بيكون في اليوم الخامس للسابع ويبقى عنده سيفير تونيك كونفرشن انتراكتابل تو انتي كونفرشن سايكل مع انكيفالوباسي. واهم حاجه الاي جي، هنشوف لها الاي جي في الاخر، تمام؟ في حاجه اسمها بيرسن سبريشن، والعينين دول يبقى انتراكتابل تو انتي كونفرشن. هيبقى كده بالفانتاليز باث اللي ليه طلعون عند سنتين يقلب ليلو جاستويس سندروم، ودي برضه اللي هو البناين، تمام؟ المايكرونيك كونفرشن اللي الدكتوره جمعاء قالت عليه. هنشوف بقى اس تي ولا ام ار اي. هنبص على لو لقينا البرق ابيض يبقى ده ايه؟ سي تي. ولو لقينا البرق مش ابيض يبقى ده مثلا ريدي ميشن سكال از وايت، يبقى سي تي سكال از نوت وايت ام ار اي. هنبص على السي اس اف عشان لما نقول تي 1 ولا تي 2 احنا دي كانت مقدمه بسيطه. لو وايت يبقى تي 2 الفلير، والتي 1 يبقى بلاك سي اس اف. السرير ان ما قالش بي بيرفورم، ودي قاعده بقت مهمه جدا، ان اول يور بول انفنت بريزنت كويس. ايضا اي اي جي اور امبليتيود انتجريتد اي اي جي ده جديد، تمام؟ كونفيرم كونفرشن. احنا ليه بنقول ام ام ار اي؟ ليه ما قلتش سيتي سكان؟ ليه ما قلتش سونار في الكونفرشن؟ تمام؟ لان البرين الوتر كونتنت اوف ذا نيونيتال برين از هاي. فبعض الليجن زي العيان اللي عنده ستروك الكلام ده ممكن ما يبانش بالسونار وما يبانش بالسي تي، فبحتاج اعمل ام ار اي. هتقولي لي الله ده صعب جدا اعمل ام ار اي في اليونيت، احنا بنعمل ام ار اي عندنا في الحضانه في اليوم مثلا حاله او حالتين، تمام؟ العيل بيتوصل باكسجين عادي وبياخد درمجر وبينام ويتعمل له ام ار اي سهل جدا، لان احنا بنقول ان الستاندرد ام ار اي بروتوكول يا اما سيرجيكال تي 1 تمام؟ يا اما تي 2 لا اما اللي هو الريفر كفر ويت ايمج، لا اما ديفيوجن ويت ايمج. والاجهزه دلوقتي اللي موجوده عندنا في المستشفى بتعمل ديفيوجن، مهم جدا عشان ايه اللي دايجنوز اوف الفرق، تمام؟ هنشوف الديفيوجن والديفيوجن كوفيشن مابينج، تمام؟ هنشوف الديفيوجن اللي هو اللي تحت ده، اللي انت هتشوفه ده عباره عن ايه؟ ده الامبليتيود انتجريتد اي اي جي، تمام؟ طيب بعد كده هنشوف النورمال مايليشن في اليوم. يمكن ما تهمناش بقى في موضوعنا دلوقتي، هنجريها عشان الوقت بتاعنا. وده الفرق بين تي 1 والتي 2، بنبص على اس اس اف، تمام؟ اشمل يبقى تي 1 او فليه، لو ابيض يبقى تي 2. ده الام ار اي باترن والنيتشر اوف انسرت اند اوت كام. وبنشوف الام ار اي باترن بتاعت اجري، دي كلها هنشوفها بقى مع الايجنت، هنجريها برضه، تمام؟ اول ريجن زي ما الاستاذ الدكتور دعاء قال ان احنا في نفسه بيقسموا اليوريتال كونفرشن على حسب الايش وبرزنتيشن، يبقى واحد لاربع ايام، يبقى من 4 الى 14، اما اكتر من 2 ويكس، تمام؟ اول اربع ايام وخصوصا في الفيرست داي الموست كومن از هايبوكس اسكيميك انكيفالوس، هايبوكس اسكيميك انكيفالوس. السكند كومن انترا كرينيال هيمرش، اقصى حاجه اللي هي الانترا فنتريكولار هيمرش. ثم بعد كده الميتابوليك ديس اوردر، ايضا هايبوكالسيميا، هايبوجلايسيميا، هايبوماجنيسيميا، ثم الانبورن ايروفيتابوليزم. وزي ما الاستاذ الدكتور دعاء قالت برضه لازم العيال تكون خفيفين عشان يحصل، ودي ليها برزنتيشن معين هنشوفها دلوقتي في الام ار اي. ده بقى لو هو مايلد او مودريت واكيد اور برونجيت، والسيفير برضه بنفهم اكيد اور برونجيت على حسب التايمنج بتاعنا. طيب اس دي از ذا ليست سنسيف موديلتي فور ايفالويشن اوف هايبوكسيك سكريبت انكيفالوس. خلاص قواعد ما عندهاش اس دي. ليه؟ لان قلنا الهاي ووتر كونتنت اوف نيوتا جرين لا يسمح به ان الليجن تظهر
في سيتي او ممكن تكون في السونار او اذا يو ابجريد يو تو ذا هايدروجين كونتنت او ذا بريتما اند ذا هايدروجين كونتنت او ذا سيستم يبقى البيست موديلز ايه ام ار ار. تعال نشوف هنا مالتي سيستم انفورميشن او سي تي ده حصلت امتى؟ ده حصلت بعد مثلا العيان قعد اسبوعين ثلاثه هيبوكسك سكريبت انفلوكسي يعني هتحول لسيرين الاقي العيان ده بهذه الصوره. طب انا ما لحقتش عيان في الاندي اول يوم لازم اعمل ايه؟ اعمل ام ار اي. فهنشوف بقى ده عيان مثال سيفير ميزر جانجليا وسامس ده هم الموست كومن تمام؟ وهنشوف دلوقتي من الاسهم ان ده اكسل كي 1 تمام؟ وام ار اي مش اوبتيت وزود ماجنيفيكيشن هشوف الماجنيفيكيشن في الصوره الجايه شو هاي سيجنال انتريستي ان بايلاترال انتيفورم نيوكلياي. ايه الانتيفورم نيوكلياي دول؟ بيزر جانجليا احنا بيزر جانجليا تتكون من مستقبلات ومرسلات. مستقبلات حاجه اسمها الميوتيني. الميوتيني اللي هو الانتفور والجلوبوس باكتس تمام؟ دي بصوا هنشوف اللي هو الليجن دي فين؟ هي دي الانتفور نيوكلس تمام؟ اللي هو اسمه استرايتر جزء استرايتر. طب الجزء الثاني في الليجن هي عباره عن كريز السيجنال انتريستي ان ذا فيكتور لاترال سلامايت. سلامايت الحته اللي جوه اللي هي دي تمام. يبقى احنا عندنا دول هم اهم منطقتين عشان لما يجي لي عيان هيبوكس ديسكريبت كيفالوباسي اعمل ام ار اي الاقي البوست كومن بتوريزم. نبص بقى لو عملنا ماجنيفيكيشن اهو نفس الكلام خلاص. واهم حاجه في ساين مهم جدا اللي هو ابسنت البوستيرور ليمب ساين. يعني الاقي مع مين اللي هو الانترنال كبسول في انترنال ليمب وبوستيرور ليمب ما تلاقيش البوستيرور ليمب بيبقى ايه؟ ضعف طبعا. فاحنا شايفين كده اهو دي هي اللي فاتت بالظبط. نشوف عيان تاني اللي ده هيبوكس تسكيلو في الكيفروبس ده الموست كومن ده مين؟ دي 2 تمام؟ ام ار اي سيجنال برضه نفس الكلام ماركت في سايت اوف هايبوتيستي ان ذا بوست لاترال البيوتين اند الفيكتور لاترال صار فين هو البوسترو لاترال بيوتين اهو ماشي خلاص. الكوديت والبيوتين هم دول المستقبلات يسموهم سريتر. سريتر ليه؟ لانهم على خط واحد وهم دول المستقبلات لان الجلوكوز بارتس بتبقى بره السلامس ودي المرسلات بتاعت البيزر جانبيا اهي الفيكتور لاترال سلامس الناحيه الثانيه اهو تمام خلاص. نفس الكلام يبقى لما اعمل ام ار اي عشان اشخص هايبوكسيك اسكيميك انفلوكسي ببص على مين؟ على البيزر جانجليا وببص على السالبس. نبص برضه ده بالماجنيفيكيشن نفس الصوره اللي فاتت. طيب ده كومباريزون بقى اوف فايندنج ان اهيز سيفن داي تمام اللي هو حضرتك الشمال تمام اند سيفن داي اولد انفانت والسيفين بيزر جانجليا اند السالبس باتن اوف هايبوكسيك اسكيميك انفلوباسي. وده الديفيوجن وين ايمج يعني ليفت والابارت ديفيوجن كوفيشن ام ار اي ايمج اللي على الرايت وابتدي الانفنت والسبير هيبوكسيك سكيبتنج فلوسي شو مالتي سيميتريكال بارت في ريستريكشن. هو دي الدايجنوستيك اللي هو ديفيوجن وين ايمج وكل اجهزه الام ار اي دلوقتي عشان لما يجي واحد الله اشك ان عنده هيبوكسيا او عنده اسكيميا او عنده انفاكشن ما تروحوش تعملوا له ام ار اي عادي ما ينفعش ما يبينش حاجه. يبقى لازم ام ار اي ويز ديفيوجن اللي هو الديفيوجن ويز ديفيوجن. حتى في الكبار دلوقتي الدايجنوز بالانفاكشن او اللي هو الستروك في الديفيوجن ويز ام ار اي تمام. ده نورمال جريد برضه مش مهم دي تاني ليتر برضه هيبوكس ديسكريبت انكيفالوبسي اكزافريت. وشايفين البي ريفيل تريبلر هنا اهو البيزر جانجليا تمام ليجن وهناك البيري في التريكلر للكومباريشن اللي بتحصل. طيب توتال برين انجري بقى في 6 دي اولد انفنت وستاتس ابيليتكس تمام اكسل ديفيوجن خلاص شو ديفيوز ريستريكتد ديفيوجن. يبقى الموست دايجنوستيك از ام ار اي حاجه بوكس ستيرو بيجا فراس. طيب لو انا عايز اشوف ان انا حصل ستروك ولا لا يبقى اعمل ايه؟ ام ار اي ويز ديفيوجن. في بروتون ام ار ام ار اس تمام سمعتوا عنه. الام ار اس اللي هو الام ار سبكتروسكوبي بيبدا اديشنال انفورميشن وبرضه الاجهزه الجديده فيها ده بتقيس ايه؟ بتقيس الميتابولات بتبص عليه. يعني مثلا في حالات الهيبوكسيك سكيبي كيفالوبسي بيبقى الكريز اللاكتين كريات
كرياتين لاكتيت ان اسيتيل اسبارتيك لاكتيت كولين، وبيقل ان اسيتيل اسبارتيك كريات ويزيد المايو كريستول على الكرياتين. دي الدايت بوست تمام، وده برضه للمدرس انت ما عليك الا تقولي للدكتشة اعمل لي ام ار اس، هو بيحول المدرس بتاعت ام ار الى ام ار اس تمام. وهو زي ما انتم شايفين الكوليسترول وكولين وكرياتين وجلوتامين وجلوتامين وليه ده اصلا اسبارتيت واللاكتيت والليبيد، كل دول بيتقاسوا ان البريدكشن اوف هايبوكسيك اسكيميك انفلوس. في بقى جديد ده بقى ايه اخر موضه دلوقتي بس مش موجود في كل الاجهزه، حاجه اسمها ديفيوجن تنسر ايميجن تمام. زي ما انتم شايفين الصوره اللي هناك ديت، ده ديفيوجن تنسر ايميجن was evaluated as quantitative measure of the diffusion problems in the neonatal brain تمام. ده طبعا ايه لسه جديد وغير متوافق لكل العيانين خلاص. ده بقى شركه مهمه جدا ان الاوبتيمال تايم اوف تو بيرفورم الام ار اس، اول حاجه في اول يوم الديفيوجن ويتد ايميجن، اتفقت على هذا الكلام ديفيوجن ويتد ايميجن عشان نشوف الهايبوكسيد، بعدين بعد منها مين الام ار اس تمام اللي هو الماجنتيك ريزونانس سبكتروسكوبي. الدي 1 والدي 2 تبتدي تظهر ليجن بعد اليوم الثاني، من الثاني الى الثالث اتفقنا. عشان لو عايز اقول العيان جاي لي عنده بعد كام يوم، الله ده جاي لي في اليوم الاولاني، ما اعملش بقى دي 1 ودي 2، ابتدي اعمل ايه ديفيوجن ويدي. ودي سهله انك انت تقولي انا عندي هيبوكسيك سكيبنج فروسي بقى يوم والعيان ده عايز اعمل ديفيوجن ويدي تمام. الكونكلوجن اليونيتد انكفالوبسي زي الهيبوكسيك سكيبنج از ان امبورتنت كوز اوف النيتال مورتاليتي. من المودلز الافيلبل اللي احنا قلناها الام ار اي والام ار اس هاد جريتلي امبروفد بعد الريتو دايجنوزيس. وخلي بالك كلينيكال اند سبيشالايز دايجنوستيك ابروتش او فاليو اونلي وين موز امبوسيف، يعني برضه ما بنعتمدش كل حاجه بنروحها في الراديولوجي، بنعتمد على الناحيه الكلينيكيه للدايجنوز بتاعت الحاله. الدكتور طبعا قال لك دي حاجه مهمه جدا بعد هيبوكس سكيبنج، مش انا ماشي زي ما انت عاوز قلت في الايديولوجي كاننا محضرين المحاضره مع بعض، ودي الصوره بتاعت الصغار الفيت بتشوفها فين ازاي، لكن في بلاد الفيت تمام؟ يبقى ده انتر في الدرب هيقول ده الصغار. هي بقى خلي بالك الصغار والسي تي حلوين في البليدي، الصغار والسي تي حلوين في البليدي تمام؟ لكن ما ينفعوناش في الاسفكسيا او الهايبوكسيا او الاستروك الام ار ار، هو ده المهم تمام. تعال نشوف وما نتفهمش فين، هنبص عليهم طبعا اللي في الثالثه دي اللي هناك فين الهيموج، فين اللي الهيموج في الثالثه اللي هناك دي، هي دي فين، دي فين الهيموج دي مش ده النورمال، دي النورمال صناعه. بص الهيموج فين اهو، هنا وهنا بس الاخر دي النور. طيب تعال نشوف بعد كده السؤال الثاني نينزا لكم فين، يبقى دي شيفا ماتريكس الاولانيه، الثانيه اكستنشن انتو لاترال فينتكل ولكن نو دايلاتيشن. فهيجي لك السؤال الثاني ايه هو؟ جيل كام؟ ايه؟ جيل كام؟ وان ولا تو؟ ده بتاع فينتكل يبقى تو خلاص تمام، ثلاثة وسيلاتيشن أربعة، وده جريد تو هيبرش اكستنشن انتو لاترال فينتكل ولكن وزود دايلاتيشن، مهم جدا 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 ده بالسمار. طيب هنعمل ايه بقى؟ اكيد كنت بتكلمش هنعمل ايه بقى ايه؟ سي تي؟ اه بريدي ده عامل سي تي ما عملش ام ار اي، طلع كمان ايه بالام ار اي ده بريد سي تي اون ادمشن شو انتر في التربل هيموج امبوست دخل في الدكين ويز هايدروكيفوس. ليه؟ لانه اكتر حته بيسدها مين؟ الاكودكت اوف سيرفيس، يبقى هيعمل دايلاتيشن لمين؟ للبوست دخل في الدكين اند السيرفيس تمام؟ الاكودكت اوف سيرفيس هي الوسطى اللي بتوين اللاترال فينتركل السادة فينتركل والفورس فينتركل تمام؟ فبيقفلش الفورم اوف نورو البليدنج، لان احنا اكتر حاجات بنقول الاكودكت اوف سيرفيس اما كونجينيتال السينوزيس اما اكواير، اكواير بتستراكشر بايه؟ لا اما بهيموريش لا اما بمنجرز تمام؟ طيب ده بقى في الاب العيان سيتي سكان وان مانس ليتر بيفنت ريزولفنج الانتركل هيموريش وديكريز الانترفنتربل هيموريش وبرضه الهيدروكفلس بتتصلح شويه تمام؟ وده ترانسفيرز تي 2 ام ار اي عن
27 دي في السنة ايه؟ شو بايلات رجل من النية في الفريشان. يبقى احنا ممكن نعمل MRI او نعمل CT نيم هيموريشن. فتاني ليه احنا نستخدم الهيموريشن واضحة جدا جدا. خلاص بسهلة. تمام؟ ودول المجموعات سريبرا اند انترا في التريبرا هيموريشن. تمام؟ موجودة. خلاص؟ سريبرا وانت في التريبرا هيموريشن. طيب المجموعة التالية اللي هو البرينيتال ارتيريال اسكيميك ستروك. عندنا حاجه اسمها برينيتال ارتيريال اسكيميك ستروك وبرسيومد. هتعرف الفرق بين الاثنين؟ برسيومد برينيتال ارتيريال اسكيميك ستروك. ساعات كان يجي لنا عيان عنده 11 شهر سنه سنه ونص دايما بيمبليشيا. تمام؟ جاله بيمبليشيا دي ناحيتها من ايه؟ اتاني وهو حديث الولاده جات له كونفارشن وخد انت كونفارشن وخلقت له الحضانه زي الفول وهو عنده سروب. يجي لنا بعد كده قلت له نقول عليه ايه؟ سي بي. فبنعمل الام ار اي بتاع العيان نلاقي عنده الفاكشن اسمها ايه؟ بريسيوم ده بالنيتال. خلاص السؤال ده جبناه من مصدر الدور ده ولا لاحظته وبرضه لازم يعرفوا الكلام ده وعيب يجي لنا بريمبليشيا والناس سيفيل كله سيفيل. واخد بالك؟ تمام؟ يبقى في ديليتا ارتيريا اسكيميك ستروك وديليتا سيريبرا سانو فيروس ريبوس وديليتا هيموريسك ستروك. هنرجع لهم ودول بقى انا جايب الصوره دي مهمه جدا عشان نفرق بين المين سيريبرا ارتيريا كلوجا انتيريو سيريبرا ارتيريا كلوجا ميدل اهو معاكم حاجه هم ياخدوا الافلام الحاجات دي هيقضوا الحاجات دي مش كده؟ اه يا ريت ياخدوها كده عشان بس ايه؟ دي عشان بتاعنا وده السريبرال التراسونوجرافي برضه بيبين لي فين؟ العيان اللي عنده هنا اهو ده ايه ده؟ ده ميدي سريبرال تمام؟ وده ايه؟ بوستيرو سريبرال. يعني لو شفنا الاولانيه هنا سيدفكا اذا بينا تو فورمال العيان اللي عملت التراسونوجرافي عند ست ساعات. قال لك ما فيهوش حاجه. ما عنده كونفاكشن ما توقفش عنده لما عمله عند ثلاث ايام ام ار اي ضم بصوا عنده ايه؟ اهي لما عمله ام ار اي كونفيرم الارتيريال اسكيميك ستروك اول حاجه في الليفت ميدل سيريبرال ارتري في الليفت ميدل سيريبرال ارتري اهي وهي شايفينه؟ ماشي العيال ده اتعمل له صداع بعد ست ساعات قال لك ما فيهوش حاجه يلا يا عم مش جاب كونفرشن وخد فيه بوربيتون زي الفل روح بقى العيال ده هيجي لك ليفر بون في نيورولوجيكال ديفيزيت بعدين اللي تحت منها مين؟ اللي هو الليفت بوستيريور سيريبرال ارتر ريفورمينج سيريبرال كورتكس اهي واهي ماشي خلاص يا جماعه عرفنا ان الام ار اي مهم جدا عشان ستروك في حديث الولاده وده مثلا اللي هو ديفيوجن ام ار اي اوف ذا بيشنت ويز ان فالتشر ويز ان البوستيرور سيريبرال ارتري فين البوستيرور سيريبرال ارتري؟ تحت اهو اهي واهي خلاص دي لو عملت له صناعه هيقول لك ما فيش حاجه خالص سي دي هيقول لك ما فيش حاجه خالص الام ار اي والام ار اي ايه تاني؟ انا بقول الستروك ام ار اي مش عادي ام ار اي ويز ديفيوجن عايز الحته دي مهمه ده بقى كيس اوف كومبريشن ستروك ده سهل جدا مش شرط ان انا ام ار اي ممكن ست ممكن يجي لها ورا الكوسيبت الاريا هنا وليفت تمام سيرفر سايتو فايتوسروبوزس غالبا غالبا العينين دول شفناهم ان هم اسوشيتد مع حالات الانتوفوسفوليفوسروبوز تمام؟ او بتبقى بدل ما الجلوكوز اكسموتوزس بيبقى عندها ديفيشنسي او ممكن مرض الانفكشن على فكره يعمل انتي فوسفوليفوسيدروم عشان كده بتوع الدسمه بيدوا السيدات الحوامل اول ما تحمل من هنا يدوسوا اسفل كل الستات لما تحمل ممكن الستات هنا عارفين تمام بتوع النازل يدوس اسفل عملت لنا مشكلتين اثنين بنشوفهم في الحضانه دلوقتي الكونجنتال هارت ديزيز والابدومينال وول ديفكت خلي بالك هو دي احدى اسباب بصوا اهو شايفين العيال السهم ده عباره عن سايلو فيروس ثرومبوزس في اليونان تمام وده برضه عيان بالانتي فوسفوليبيد سندروم تمام سايلو فيروس ثرومبوزس الارتيريا بقى بريسيو
تحت البلد كويس is very similar to the renal stroke. Both are due to occlusion of brain artery, usually by blood flow. The only difference may be the timing that the symptoms are realized. خلاص؟ تمام؟ يبقى بريسيون ممكن يجي لكم كونفكشن في اليونين وما بنعملش حاجه خالص ويعدي العيان يجي لنا ليتر اون زي ما بنقول كده حالات. ادي البريسيون ده تمام؟ دولت اهو ده ايمج شو تمبرال ايفوليوشن اوف رايت سايد بين برانش اللي هو في السيرفر ارتري انفارج وانتو وان ايميديت تو باركو بارك بين نفس الكلام ودي مثلا عيال ده اهو ده طفل حقيقي على فكره عن 18 مانس اولد ابارنت هيلث اجين يو دو فوكال سيزر بلا كونفكشن كده فوق تمام تو وان ايميديت شو ان اريا ويز ان ديفرنت فاريشن فين تحت اهي خلاص ان ذا ليفت بوستيريور سيريبرال ارتر اهي هجيب لك كده العيال ماشي وانت ايه اصلا في البيت ما فيهوش حاجه تمام وادي انت الفانكشن القديم ده بريسيوم دي حاله ثانيه برضه 18 مانس اوف جين دايجنوزد ويز بريسيوم دي ريليتد سكيب ستروك بيز اون ذا بريسنس اوف مايلد ليفت هيميباليزيس عندها هيميباليزيس هتيجي تقول لي الله ده ايه ده اللي جاي لها ده السي بي تمام خلاص ما فيش مشاكل وهي اصلا عندها اجا اهو تمام الاستروك قديم الفاسكولار ايفنت خلاص اما انتراكرينيال بليد او سكريبت ستروك هنقسمها اول حاجه يلا يا دكاتره اللي بيتكلموا هناك دول رخيين ايه قولي ايه فخاصه دي لو جت 65 الدكتور لو عايز يسال عليه سابقا نو هيمرج خلاص ماشي باي دي جيرنال ماتريكس انت ما بتتهمش ديلي انت ما بتتهمش ويلي طب قلت لسه بيقولوا مش فيديو ايوه تمام يا دكتور انا بسالهم هم الرخيين ما بسالكش انت الدكتور ابو عاد تمام كريسنت لاين تمام في الليمونه والبنانه تمام لو كان الانتقلر شيب تبقى ايه؟ الفيديورا تمام السب ديورا اهي كريسنت لاين تمام عشان تفرقوا بين الاثنين تمام ايه اللي تقولك ديسكونتر خلاص انت خلاص خلاص الترانزنت ديورك ديسكونتر السيمبتوماتيك هايبوجلايسيميا طبعا الهايبوجلايسيميا يوم ما تعمل لي كونفكشن يبقى في برين انزل ان البص كل البرزنتيشن اوف نيتال هايبوجلايسيميا از اسيمبتوماتيك تمام يوم ما تعمل لي كونفكشن يبقى برين انزل حاصل تمام يبقى لازم اعمل نيورو ايماجين تمام خلاص طيب هنبص على الايماجين باترن اوف نيتال هايبوجلايسيميا السي تي والام ار اي سابت شو ده مش برايمري فين مهم جدا عشان ندور على البرايمر والاوكسيبتال روتس اوف ذا سيريبرال تمام ده المهم يبقى لما يجي لي هايبوجلايسيميا سبيشالي التراكتر اوف هايبوجلايسيميا اللي هو السيفير هايبوجلايسيميا اللي هو سبوت اوف جلوكوز انفيوجن ريت اكتر او يساوي 12 ملي جرام بي جي بير اور الى عيال ده خلي بالكم منه اللي كذا جورج هتلاقي ايه؟ شايفين؟ ده عباره عن البوست نيتا في اليوم الساعه 12 شو ابنورمال هايبرتينستي اللي هي الاسهم اللي باين انها تحت في البراكيو اوكسيتالو يبقى البوست افكتد اريا ايه تمام طبعا دي كان معموله مثلا 10 شرايح محتاج اعمل شرايح معاك بس عشان اختصر عشان اشرح لهم مش معنى هي مرايتال ما تخسرش في اوكسيتال ليه مش معنى في الهايبو بليسيما لا اهم حاجه يبصوا على مناطق دي اهي تمام ودي نفس الكلام اهو خلاص نفس الكلام هنا خلاص دي مين اللي انت هتحبه جايزين طيب ده في اليوم السابع ايه الهايبر بيلوروجين يحط ضرب مين؟ اذا كان كلفرس يعني اذا كان كلفرس السنتر في السيستم انفكشن هنجريها بسرعه دي حالات المنجايتس او كوبرايس لا دي اسمها منجايتس ويز فيتريكولايتس ويز ان بايما تمام كانوا بيدفرشيتد بتوين الشيبر اس ولا الشيرشيا كولاسيبسيس ولا حتى ال الكانديدا انفكشن بس الكانديدا انفكشن ليها كريتيريا اللي ممكن تعمل مالتيبل برين ابسيس تمام ادي جي بي اس مينجايتس تمام وادي
الهستيريا والجينز برضه كلهم شبه بعض، ولكن الكاندا اكتر حاجه نعمل بتعمل ايه؟ ابسس انفكشن. خلي بالك ان الكاندا انفكشن في نيو وورك سبيشال بريتد هي توصل من 20 إلى 30% من حالات السبسس، وتعمل المرض ده سيتس كان شوز قطر اكتر من الكالفيكيشن. ده تشخص ايه؟ يلا ده حقيقي يلا ايه ده؟ توكسو بلازما كويس بينج. يبقى ده ايه؟ ده البروجيكت توكسو بلازموزيس تايب ديسابيرنج كالفيكيشن تحتفل مع الوقت وتعمل هايدروم ايرفو. السايتو مجال فيروس بتبقى كالفيكيشن في ايه؟ في الدريفت. تعالى عنده مايكرو كيف؟ عنده كونفولجن. الهيرب سيمبليكس انتفلايتس بتبقى في ايه؟ التمبرال لوب بيسموها التمبرال لوب انتفلايتس، وتعمل لي سب اراكنويد هيرش تمام؟ تعمل لي هيمولاجيك سي اس اف تمام؟ اخر حته بقى خالص في المحاضره السريبرال ديجينيسيس عايزها برضه مهمه جدا. دايره الاتيبوس سكلوزس ايه دي؟ اي عيان تلاقي عنده اسيد هيمولاجيك جدا مقفول في النور. عندنا لازم يفعلوا ثلاث حاجات، ايه هما؟ ابدومين سونار علشان ايه؟ البوليسيستيك كيدني. دكتور احمد صورني على النار عشان نبقى ميوما، وبعدين اشوف العيان، لو معهوش كونفرشن كفايه كرينيال سونار. لو معاه كونفرشن لا يبقى عنده شكل بنزايمر ايه؟ تمام؟ كيوبرس لازم اعمل له ام ار اي. تعالى نبص كده تمام؟ قال كرينيال ام ار اي شو بفضل سبب الكيوبرس يبقى ده عيان كان عنده كونفرشن تمام؟ نفس الكلام العيان اهو الاسهم موجوده شايفينها ولا لا يا دكاتره؟ تمام؟ الايكوكارديوجرافي شايفين؟ اهو مهم جدا شايفين الماس دي؟ خلاص؟ بتبقى في الليفت ريت كده عندنا الكارديك ماس او الكارديك تيومرز اللي هو يا اما ايكريبتوزوما زي ما بيسموها يوم مع مين؟ كيبرس بروجكت ايكو باترن اوف رابيو بايوم اهو نفس الكلام. اذا عندنا ثلاث حاجات قلنا لما لقى حلو بالبيت مكيول هفكر في كيبرس سكلوزس، يبقى اعمل كرينيا سوبر لو معهوش كونفالشن، هعمل الباراي لو معاه كونفالشن. طيب دي بقى اخر شريحتين اثنين لقينا هيم مجالي كيفا نفكر في ايه؟ هيمي بجانب جسم ستراكشر ريليتد فيكس ده موجوده في نوع من انواع الكونفرشن. عندنا سيفير كونفرشن اثنين اللي بيبصوا وضعها حالات هيقولوا تمام ايه هما؟ السيفير مايوكلونيك انكفالوباسي والاوتارا سندروم الاثنين انتراكتر كونفرشن وترسبوندنج تو انتي كونفرشن سيرابي عندهم انكفالوباسي والاي جي تشيرس بتاعتهم اسمها بس السبريشن. احنا لما بنجيب الاتاك فلات اللي فرق بينهم بنعمل ايه؟ بنعمل حاجتين نقيس الجلايسين في البلاط والسنسير ماشي؟ لو لقيته عالي ودي نط يحط الحاجه ده بالاسمين ده يبقى ده الانيما كرونيك انكفالوبس. لقيت هيم بيجاني الكفالي يبقى ده مين؟ الاوتار سندروم. اللي لقيته اون هيقلب الفقاق اسبازم ولقيته اون هيقلب بي الجلوجاس سندروم ادي هيم بيجاني الكفالي اهي. بس هي ايه؟ ايه شغال الفيلم ده؟ بس هي خلاص اخر شريحه دي هيشتغل اهو وصل معاه العيال بقى في كونفرشن وصل الويف بتاعت الاي جي وصل بتاعت الكونفرشن بقى فلات شايفين اي جي دي اسمها بيرس سبريشن اهو العيال بص كويس اهو اهي اهو بص كده بصوا الاي جي الاي جي اهو صفر في النص اهو بقى فلاك بس سبريشن ودي الاوتارا سندروم تمام اللي نقدر نقول لو عاش لان بيموت بسرعه هيقلبوا في الفانتايز باد عند شهرين في سنه لو عاش الفانتايز باد هيقلب في الكاسكيو سندروم ودكتور باسكالوزا جينيسيس ويقول لكم شكرا جزيلا. فنحاول نختصر قدر المستطاع عشان نروح، احنا خلاص كلنا فصلنا.
في ناس صح بعد الفجر أفضل نام صح. فأنا هستأذن بس حضراتكم في حاجة صغيرة، هنستأذنكم يعني نقف دقيقة واحدة. نقف بس صليت يا حبيبي.